أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة ولنجعله وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع
قال إني عبد الله
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع منهم وأبصر يوم لكن الظالمون اليوم
صدق الله.